يا صباح الفل على احلى متابعين. طبعا قبل نبدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. انتوا طبعا كلكم بتنسون بس انا بفكركم. طبعا انا طبعا قمت سلقت انا هعمل لكم القلقاس بيتي بالخضرة، جميل جدا طعمه حلو قوي هيعجبكم. قمت سلقت اللحمة، بس طبعا عشان احنا مش كلنا، يعني انا مش باكل لحمة، يعني اللحمة ممكن الولاد هما بياكلوا، انا ما باكلش لحمة. فانا قرب سوى اللحمة كده حطيت نص فرخة في الشوربة، قلت بدل ما اعمل حلة تانية حطيتها فيها تستوي، وهي فعلا قربت تستوي اهي خلاص. خدت شوربة، عملت ملوخية، الملوخية اهي بس لسه ما قلت لهاش، هقللها دلوقتي. طبعا كنت ناوية اعمل مع القلقاس ملوخية، لان في بياكلوا قلقاس وفي بياكلوا ملوخية، في يعني في حد من الولاد ما بياكلش ملوخية وحد ما بياكل قلقاس، فاخدت شوربة عشان القلقاس. القلقاس متفرز عندي في الفريزر، بحط عليه ليمون وبعينه في الكياس، بغسله، بغسل القلقاسية كده بقشرها واقشرها، بس ما بحطش عليها مية مغلية ولا القصة دي كلها. بعد ما بقشرها بمسحها بفوطة نظيفة وبقطعها مكعبات وبعينها في الكياس، بعصر عليها ليمون وعينها في الكياس واستعملها على طول. بعد كده انا حطيت طبعا خدت الشوربة، خدت من الشوربة دي للملوخية وللقلقاس اهو، بعصر عليه بعد ما طلعته من الفريزر ابيض خالص قصادكم اهو، بعصر عليه ليمون وبسيبه يستوي عبال ما بكون عملت له الخلطة بتاعته اللي هي قلقاس، واللي هي شبت كزبرة وسلق، بضربهم في الخلاط بحبة شوربة. قلت اعمل الرز الاول على ما اكون جهزت الخلطة بتاعت القلقاس. طبعا الرز انا كنت قلت لكم عليه قبل كده، انا لما بيكون مش عندي لبن او زبادي بعصر نص ليمونه على العقد بتاع الرز، بيخليه طعمه حلو جدا، بيخليه ابيض جدا، ما فيش يعني لو في رزايه حتى كده في الوسط لونها غامق سنه او حمرا سنه، بتبقى فاتحه معايا زي ما انتم شايفين اهو، استوى اهو معايا ابيض خالص وطعمه حلو قوي بعصره الليمون، بيخليه طعمه تحفه. بيبقى عامل كأنك حط عليه لبن عادي خالص، بس فوق مش في الفرن. القلقاس كده دخل في السوا خلاص. بجيب السلق والكزبرة بكون ضربها في الخلاط، وباخد المية بتاعتها الخضرة دي وبضيفها للقلقاس، عشان هو قلقاس بالخضرة، في ناس بتعمله بالطماطم بس بيبقى شبيه بالبطاطس شوية، انما ده له مذاق تاني خالص، بيبقى حلو قوي. تسيبيه شويه لحد ما تبدا تقل الشوربه شويه بتاعته. بتكوني ضربه السلق والكزبره في الخلاط اهم، مصفياهم حطاهم اهو في الطاسه عشان يتحمروا. بحمرهم الاول وبعد كده بحط عليهم التومه، قرب ما يجي يستوي كده او قرب ما يبدا ينشف معايا ويقرمش معايا شويه كده، ببدا احط عليه اهو التومه خلاص اهو، وببدا بعد كده بقى بحط عليه شويه شوربه اعمله بيها، اهرسه بيها كده علشان يبقى ناعم معايا ما يبانش في القلقاس. خلاص كده حط عليه شويه شوربه واضيفه للقلقاس، وبترجعي القلقاس ثاني على البوتاجاز، بترجعيه ثاني على البوتاجاز علشان ياخد الطعم بقى بتاع التقليه بتاعته دي. هرجعه على البوتاجاز تاني واسيبه ياخد ويدي مع بعضه كده عشان الطعم يدي في بعضه، وكمان كان هو يعني فاضل حته سوا كده له. طبعا القلقاس الشتا بيستوي على طول ما بياخدش سوا كده. خلاص خلصت، بعد كده بركنه بقى على جنب علشان اعمل كده، انا سايباه على البوتاجاز شويه ياخد ويدي مع نفسه كده علشان ياخد يعني ياخد من طعم التتبيله اللي انا عملتها دي، بتدي طعم حلو قوي للقلقاس. هتحبيه كده مش هتحبيه احمر خالص، في ناس بتعمله زي
زي البطاطس كده، بتعمله شرايح وتعمل عليه طماطم، بس انا محبتوش كده، ولا عندي حد حبه كده يعني. انا عندي بيحبوه كده بالخضرة، ما بيحبوش غير بالخضرة، لان فعلا طعمه بيبقى تحفة كده. اي نعم، خدوا بالكم كمان سعراته الحرارية عالية جدا، يعني اللي ياكلوا ياكلوا مرة واحدة بس في الاسبوع، مش اكتر من كده. بعد كده عملت التقلية بقى بتاعت الملوخية. ما بتحطيش الكزبرة بقى مع الثوم، بتسيبي الثوم الاول وهو داخل على حمراء، يعني يتفر جامد كده شوية او يبدأ يحمر معاكي، تبدأي تحطي الكزبرة، لانك لو حطيتي الكزبرة من الاول بتغمق كده وتتحمش معاكي، مش بيبقى طعمها حلو في الملوخية. انت بتحطيها قرب ما تكون خلاص التومة خلاص يعني استوت اهي معاكي، خلاص كده احمرت خالص، هنشيلها ونرش الملوخية. انا بقى يوم القلقاس ده لازم بعمل ملوخية معاها، او بعمل اي اكلة تانية، لان ما عنديش، مش كله بياكل عندي قلقاس، عندي واحد بس اللي بياكل قلقاس، فمضطرة ان انا اعمل اكل تاني معايا. يعني لما بكون عايزة اعمل قلقاس بضحي شوية واعمل اكل تاني علشان كل ياكل يعني. ايه خلاص كده الملوخية خلصت، طلع جميلة جدا اهي، وفيها العرق بتاعها. وبرضه دي ملوخية متفرزة على فكرة، احنا جبنا من كام يوم كده 3 4 كيلو، قطفناهم وغسلناهم وخرطناهم، وبينفعوا على فكرة. ما تكوني مالكيش مزاج تجيبي حاجه من تحت، بتبقى حاجتك ما عندك في الفريزر، بتطلعيها وتعملي وانت عاملاها، هي جميله احلى من الحاجات دي. كان عندي حمام طبعا سلقاه من امبارح، حمرته، لان اللي بياكل فيه بياكل لحمه، فيه بياكل فراخ كده، عندنا مش كله بياكل يعني مش كله بياكل صنف واحد، يعني كذا حاجه، لازم تبقى كذا حاجه عشان ياكل. القلقاس اهو جميل جدا، نجربه كلنا، هيعجبكم قوي يا جماعه، والله هيعجبكم جدا، جميل جدا. ودي الملوخيه اهي، خلاص كده انا خلصت خلاص كده الاكل. طبعا عشاء مش غدا، عندنا بيبقى الغدا متاخر شويه. ويبقى الف هنا للحياه. كل السلام عليكم.